الساعة تشير إلى 9 صباحا. أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تيبازا متأهبون لمواصلة حملة تركيب وتزويد زبائن المؤسسة بكواشف غاز أحادي الكربون التي تقدمها بالمجان، وذلك لتفادي حوادث التسربات. جو ركبونا جهاز كشف الغاز وراونا كيف قاعد، إلا كانت تسرب في الغاز صافي نحلو تواقي ونخرجوا خارج المنزل ونعيطوا لخصونا الغاز. هذا الجهاز فيه زر تجريب، كي نضغطوا عليه نسمعوا الإنذار ونشوفوا الإنذار المؤشر الأحمر، يعني في هذه الحالة هذا الكاشف راهو يعمل، وفيه المؤشر الأخضر يمر حوالي في مرة في كل 30 ثانية، يعني باش نعرفوا بلي الجهاز هذا راهو يشتغل. وكاين مؤشر آخر مكتوب خطأ، هذا كيكون عنده مشكل يشعل هذا المؤشر. تركيب الكواشف يتم بعد تأكد أعوان صنع الغاز من سلامة التركيبة الداخلية للزبون ومن مدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة. جندت صنع الغاز جميع الأعوان والمقاولات المعتمدة من أجل الإسراع في وضع هذه الكواشف عبر 28 بلدية على مستوى ولاية تيبازا، حيث وصل عدد الزبائن إلى أكثر من 122 ألف زبون في الغاز و 230 ألف زبون في الكهرباء. توفير التهوية في المنازل أمر ضروري لتفادي حوادث الاختناق بالقاتل الصامت في وقت تسجل فيه مصالح الحماية المدنية أرقاما مرعبة حول ارتفاع ضحايا غاز أحادي أكسيد الكربون.